طبعا كمحب للافلام انا شخصيا مستحيل اجي دبي ما اروح سينما. في دبي ما شاء الله كل مكان فيه سينما، هنا فيه سينما، هنا فيه سينما، هنا فيه سينما. لا تخاف تقول لك والله انا اروح سينما بعيد، لا مو بعيد، جنبك في سينما اكيد. اول مره حضرت فيها فيلم 3D، فيلم رعب. يعني اللي ما عارف يعني في 3D يا جماعه، 3D يعني الاشياء اللي قدامك بتتفرج عادي بس بتقرب وتبعد منك، توصل لين عندك كده وتروح. انا صاحبي كان يقنعني ان احنا ندخل فيلم، انا بني ادم ما احب افلام الرعب، بس حضرت فيلم رعب 3D. انت متخيل ايش ممكن يسوي يصير معايا؟ انا حبات الفشار صار في فشار الناس. احنا الان في مدينة جميرة، القارب اللي انا عليه ده قاعد يوديني من غرفتي لمكان ثاني. انت شايف الفلة قديش؟ وكمان الشيء الثاني الكويس انه التصميم كي تحسه عربي قديم. يعني تفهم معايا، تخيل لو رمضان هنا ايش ممكن يكون؟ فلة صح؟ انك تروح دبي وما تتسوق كانك تدخل مطعم فيه له منيو مره كبير وتطلب السلطه بس. اوكي السلطه مره لذيذه بس انا اقدر اسويها في البيت. انا بني ادم ابغى شيء جديد، اديني شيء جديد. وبعدين طول ما انت ماشي في السوق تحصل شيء جديد، كل شويه شيء جديد ما شاء الله. يعني عندك مثلا هذا شيء جديد وده فاشل جديد وهذا جديد وهنا في اشياء حلوه وذاك محل جديد. بس انت 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 بس خذ لفه هنا ونجن ونجن كده خلص فلوسك. وخليني احكيكم عن رمضان في دبي، بس اكيد مو في دي الحلقه، انا حقول لكم كل شيء في دي الحلقه، الحلقه الجايه ان شاء الله ترقبونا. السلام عليكم.